بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله باغي ندخلوا من جهه تيران فيما نطلعوا بعد ما نبداو بالتيران باسور وكان يسكن حريزي ونطلعوا من جهه المقام رغد مول الدومه. قبل ما ندخلوا للمقام رغد فكرتني الاخت جرار بواحد الاسماوات اللي في السكاميه اللي هو مسلم وفكرتني كذلك بو طالب وبغداد. الحيين الله ربي يطول في اعمارهم واللي ماتوا الله يرحمهم. هذه السكنه تاع القنت هذه مكري كان يسكن فيها قراز قبل السبعينات. من بعد قراز باحة إلا حريز وقراز هو اللي يسكن تحت حدا فطيق كبيرة. والشيخ حريز قبل ما يسكن في البلاصة هذه كان يسكن تحت في الوزين تاع الرخام اللي فيه دروك يسكن فيه يوسف. هذيك هي السكنة اللي كان يسكن فيها بكري. من بعد نرجعوا لها ان شاء الله. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما وانا حومت راس العين. هنا نولوا لهذه السكنه ان شاء الله اللي في القنت عند الدرش اللي هي تاع الفقيه الله يرحمه هو وسع عليه اللي هو سي حريزي اللي كان يقرق الصغار في السكنه نتاع بوزيان مكي بوزيان الله يحمه ووسع عليه. تما كان عطيه كراج تحت تما كان يقري صغار والناس كاع كانت تحبه انسان زين في الحقيقه. سي حارث الفقيه كانوا عنده 7 شاشره وثلاث جيرات. الشاشره هما الله يربي يجعل ربي يطول في عمرهم هما مصطفى. مصطفى هذا اللي كان إمام في السينيور وخرج روترات رجع ربي إن شاء الله بالمناسبة تحيتي إليه وإن شاء الله اللي يسمع فينا يدعينا ربي. الزوج كان معاه زيدو كان الحاج كان معاه الحبيب الحبيب اللي كان يخدم في البنك وزيدو كان ميلود اللي هو غني عن التعريف ميلود الفنان ميلود ميلودي. من بعد كاين احمد كاين محمد وكاين الهواري. الهواري هذا هو المرزوزي. الهواري كذلك هو فنان وعنده طري بالفوا يعيطوا له اسم الفن نتاعه هو واري مارساي. هلو حي هذه الشاشه ان شاء الله رجع ربي يطيب بيناتهم ويطول في اعمارهم. وعندها 3 جيرات. عندها واحدة ماتت مسكينة صغيرة هي اللي غادي نتكلموا عليها شوية اليوم. هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني غير البارح. هما نهار الأول كانوا يسكنوا تحت في الوزين تاع الرخام هذيك هي سكنتهم الأولى. الطفله هذه كانت عمرها 6 سنين كان يسموها يمينة الله يرحمها مسكينه ويوسع عليها ويصبر اهلها. خرجت برا تلعب في الجنان نتاع ام والاستعمار الغاشم كان غارس تم لك المينات. طبقت عليها مينا مسكينه وهي في عمرها 6 سنين مازال ما شافتش الحياه تاعها. ماتت الله يرحمها ويوسع عليها والله يصبر اهلها يا رب العالمين. ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديما وانا حومت راس العين. اليوم نقول لكم الشهاده في الله لازم نقولها على الميلود حريزي ميلودي. لما كان ما تنسوش مني من الاولين الفنانين في الجزائر وفي وهران اللي خمم في راس العين. وكي كان في الخارج في فرنسا اتصل بيا بكل صراحه ودار اجمام دار ان لايف
وقال لي واش قلت باغي ندير أغنية على راس العين حتى بقى يبكي، وكان هو محضر شوية. السلام عليكم جماعة، هذا سان لايف تريس تريس سبيسيال، ان لايف اون بارتيكولي لوليدات حوتي وليدات راس العين سيرتو. اللي تفكرتها اليوم فكرتهم بهذا الغنية وبيتو هما فكرني خويا بغداد. هذه راس العين حوتي اللي فيها تربيت انا وفيها كبرت. ندير اغنيه على راس العين حتى بقى يبكي، وكان هو محضر شويه منها. قلت له ما كاش مشكل وهذه حاجه مليحه. اتصل بيا كي جا هنايا، كنا حنايا ثلاثه اللي مشاركين في هذه الاغنيه. راس العين خلات والصوره تهدم، الشيخ الروبي هنايا، وكان الميلود. الميلود اللي اللحن عنده جميل وعنده قرزي ما شاء الله، هو اللي غناها. وكي غناها الأغنية بالك الناس ما على بالهمش حتى أبقى يبكي، وما يتفكرها راس العين يبقى يبكي. ومن بعد عنا مقال على ميلود إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، نحكي لكم حياته كيفاش تعلم وكيفاش ولا وصل للمستوى هذا العالمي نتاع الفن. السلام عليكم جماعة، هذا سان لايف تريس تريس سبيسيال، ان لايف اون بارتيكولي لوليدات حوتي. نشكر كذلك واري مارشاي حريزي، هو كذلك عاوني في بعض من السموات في الفيديو هذا، نشكره شكرا جزيلا. كي كانت راس العين وكي ولات راس العين خلات. هنايا تحت طيقس كامية ولكن على جهة اليمنى تحت حريزي كان يسكن عبد الرحمن. عبد الرحمن اللي كان عنده حانوت اليمونطاسيون جنرال. والصور تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار. جالس حتى بقيت وحدي نتكلم. نزيدو نمشيو شوية. كان الغالمي. الغالمي هذا كان من الأولين في راس العين اللي يخدموا التلفزيونات. هو اللي كان يخدم منا بكري التلفزيونات في راس العين. تهدم والغرس دبال ما بقى في الأرض خضار. شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار. زيد شوي حداه كان الحوش تاع بحلاط. بحلاط هذا كان عندها يسكنوا مع احد السكان، كان صحبي، كان بحجر، كانوا بعض السكان تمالك اللي راهم تالفين علينا. من تما غادي كنا مكاش مكان حتى ساكن، كان غير الجبل حتى القادة بن يطرق الله يرحمه ويوسع عليه. هذه هي تيران باسور الجهه التحتانيه. من بعد ان شاء الله نطلعوا للجهه الفوقانيه. تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبقيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار. بقي الجهه الاصعب في راس العين وهي التيران فيما. الخميس الجاي ان شاء الله نولوا هنا من عند الريفيه ونجروا حين على حمامي سيد عيد، نجو طلعت عند عاقب الجرار، نجو عند وزير، نجو حتى عند ونولوا حتى عند دحو ان شاء الله يا رب العالمين. اي السلام عليكم الى الاسبوع القادم ان شاء الله. جالس حتى بقيت وحدي نتكلم راس العين علاش وليتي قفار. كنتي بكري مشهورة كيما يلزم بني انا محصن باني نهبط تعبار.